لا شك يعني أنا هذه وجهة نظري أبديتها كنوع ناقد رياضي ومطلع والارتباطات كثيرة مع المنتخبات الوطنية وعاشرت المنتخبات الوطنية وأعرف يعني ماذا أقول وماذا أتكلم، وأنا أتحمل كل ما أطرحه من خلال وجهة نظري الشخصية. حقيقة أنا لقيت ردود أفعال رهيبة بالكويت أمانة. شلون شفت ردود الأفعال؟ واللي أسعدني أن أغلب الردود كانت تؤيد وجهة نظري الشخصية، وأنا ما أبالغ، من يتابع التغريدة يجد ويتابع الردود، أغلبية من الردود كانت تؤيد ما طرحته. هناك بعض الردود أمانة يعني تعترض على هذا الكلام وتقول أن بدر مطوع قدم الكثير وكذا. إحنا مختلفين أن بدر أسطورة. من يقول يعني أن بدر مطوع؟ إحنا نتكلم عن واقع الآن للكرة الكويتية. الآن كلنا نتكلم عن الأخفاقات الكرة الكويتية، هل نبني منتخب جديد أو نبي نستمر على 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 نفس اللاعبين وعلى نفس النهج؟ أنا برأيي أن إحنا وطالب الاتحاد ودائما أنه يبتدي بداية جيدة باختيار يعني العناصر الشابة، والآن الاتحاد خطى خطوة جيدة في عملية اختيار أكثر من منتخب الأولمبي، منتخب الناشئين، منتخب الشباب، وهذه خطوة تسجل له. فبالتالي إحنا نبي نبني يعني منتخب المستقبل، فبالتالي يجب أن يكون التركيز فقط على اللاعبين الذين نتأمل منهم ونتوسل منهم خير. بدر يعني بدر المطوع له تصريح قال فيه يعني إذا كان اختياري مجاملة أو لتحقيق لقب معين مش لمستواي الفني أنا أرفض يعني دخولي للمنتخب وما أقبل في هذا الاختيار. يعني فأيضا يعني بدر حاسنا سنه قاتل على العطار. يعني أنا ما أنظر لمثل هذه التصريحات محمد. أنا أتكلم مثل ما قلت، أنا لا تربطني علاقة يمكن شخصية لا مع أخوي بدر، ويمكن أنا ما التقيت مع بدر على فكرة، وقد الناس تستغرب أن عمري ما التقيت مع بدر مطوع. عمري ما التقيت مع بدر مطوع، أنا أتكلم عن وجهة نظر فيما أراه في المنتخب في المستوى اللي قدمه بدر. هناك من يعتقد أن بدر قيادي وأيضا يقوم بدور الإداري ويقوم بدور مدرب. أوكي، إذا كان هذه النظرة خلي يحطونا إداري للمنتخب أو يحطونا مساعد مدرب إذا كان هذه النظرة. لكن أنا أعتقد وما زلت مصر على كلامي أن وليس بدر المطوع. أنا يمكن ذكرت بدر المطوع كمثال، أنا أذكر الأسامي ما عندي مشكلة. فهد حمود يجب أن يبعد، فهد الهاجري، فهد الأنصاري من اللاعبين المفترض أنه خلاص يتم إبعادهم إذا مو بكيفهم. إحنا شوف ترى إحنا في فترة ليش ترفض دمج الخبرة مع الشباب؟ ما في خبرة الآن عندك منتخب شاب جاهز محمد. إحنا ترى هذا مو جديدة يعني مع احترامنا بدر ليش أضج على بدر مطوع؟ هناك من طالب عبد العزيز العبري بعد دورة الخليج 86 بالابتعاد عن المنتخب، فيصل الدخيل طالب بالابتعاد عن المنتخب، عبد الله العصفور في عز مستواه وآخر نهاية مشواره طالبوا بالابتعاد عن المنتخب. محمد مو الإعلام أصعب شيء على 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 اللاعب عندما تطالب الجماهير بالابتعاد. هنا يعني اللي ينكسر ظهر اللاعب إذا سمع الجماهير هي التي تطالب. بس بدر للحين الجماهير ما طالبت. لا أتكلم عن الجماهير، عن لا بس بدر للحين الجماهير ما طالبت أبو بدر. يعني الجماهير ما طالبت. لا 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 أنت تتكلم عن جمهور القادسية. أتكلم القادسية على كيف؟ إحنا نتكلم عن الجمهور العام. أنا أشوف ردود الفعل اللي أنا تلقيتها بس ما هي مقياس، ما هي أرقام حقيقية أبو بدر. يعني تبقى وجهة نظري أنا شخصية، أكيد وجهة نظرك تحترم وبالتالي يجب احترامها. وأنا ما أتكلم من مطلق علاقة شخصية أو خلاف شخصي أو إساءة أو غيره. أنا أقول لك والله بدر مطوع ما التقيت وياه ولو يشوفني يمكن ما يعرفني، يمكن عن طريق الإعلام. أنا ما التقيت، فبالتالي أنا أبدي وجهة نظري في قضية منتخب. أنا عندي قناعة أن الفترة القادمة نحتاج إلى منتخب شاب ونملك العناصر الجيدة الآن والحمد لله التي تحتاج إلى جهاز فني متمكن. بس أنت إلى جهاز يعني إداري متمكن. أنت رافض عملية دمج لاعبين الخبرة مع لاعبين الشباب؟ ولا لاعب ولا لاعب. كل اللاعبين يجب أن يتم الاعتماد على عناصر الشاب، خصوصا أن ما عندنا بطولات يعني غير البطولة الخليجية. وضحت